بالوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من العاصمة تقول صليت صلاه الظهر ونسيت فسلمت بعد ركعتين وتذكرت بعد ذلك ولكنني اعدت الصلاه فماذا يترتب علي سيدي اي جاوبني ترقيع الصلاه هذه المراه تقول صلاه صلاه الظهر زوج ركعت حنا في الزوج ركعات واش نديرو نتحو ونوضو نجيبو التالتة ورابعة أنسات وخلق الإنسان ضعيفا أسهات واش دارت سلمت كي سلمت راحت عودة صلاة من جديد وهي كان عليها ترقعها صلاة مرقعة خير من إعادة الصلاة ما لا كان لازم الدراية جاوبوني كان الواجب عليها بمجرد ما سلمتها غير سلمت تفكرت تنوض تكمل صلاتها تجيب بركعه الثالثه بالفاتحه الرابعه بالفاتحه التحي ومن بعدها جاوبوني تسجد قبل السلام ولا بعد السلام هيا جاوبوا واش تدير هذا المره تسجد قبل السلام ولا بعد السلام واش قلنا هذه المرأة تسجد بعد السلام عليه لزيادة السلام في الركعة الثانية يقحنا قلنا اللي زاد في صلاته يسجد بعد السلام اللي نقص في صلاته يسجد قبل السلام اللي ونقص بعد السلام هذا المرأة تحات وسلمت أما لا زادت السلام ولا لا, لا زادت السلام إذا تسجد بعد السلام ترغيما للشيطان الآن كاين المسألة الآن راهي صلات ركعتين وسلمت ولكن ما تفكرتش بسرعة كما هاد المرأة اللي سألت لا لا سبحت ودعات باش تفكرت هذه صلاتها باطلة لا ما تترقعش هذه اللي تعاودها إذا حاولي تفهمي يا اختي، انت مادام تفكرتي بسرعه غير سلمتي تفكرتي، انت ترقعيها ولكن لو كان طال الحال وكيف انا نعرفو الحال طال ولا ما طالش؟ قال لك بالعرف بالعاده واحد بدل كانوا ناض، خرج من الجامع، سبح، ادعى، ولا دخل في نافله واحده اخرى ولا شد المصحف ولا رامي هدر بحيث طال الحال بالعرف. الله فقهنا في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولذلك الفقهاء يسهلوا حياة الناس مش يصعبوها شكون هو الفقيه هو اللي يبحث للناس على رخصة أما التشدد فيتقنه كل احد الناس قاعدة تعرف التشدد لكن الفقيه يحوس كيفاه يصيب حل للناس ولذلك هارون الرشيد حلف بالطلاق حلف بالطلاق لزوجته باللي يذوقها من قاع الفاكهه اللي كاينه في العالم قاع الفاكهه اللي كاينه في العالم ومن بعد حصل وين يحيي الصيب الفاكهه كاع اللي كاينه في العالم كاين اراضي مازال ما يعرفوهاش كاع هذاك الوقت الامازون جنوب افريقيا احصل راح وكلها العنب بالبتيخ هادي هادي ولكن احصل مين يجيب كاع الفاكهه هو في لحظه في لحظه عاطفيه هكذا حلف لها تعرفوا رجال ومن بعد احصل الفقيه ليه يروح يشوفوا يقول له مرتك طالقه مرتك طالقه خلاص حلفت بالطلاق ما وكلتهاش الفاكهه المراه طالقه فذهب الى الامام الجليل ابا حنيفه النعمان بن ثابت ابو حنيفه قالوا يا امام اني حلفت بالطلاق باش ما ندوقها من كاع الفاكهه اللي كاينه في العالم واش قالوا؟ قالوا شرب لها كاسه علاه؟ لانها اذا شربت كستعمة كل الفاكهة في العالم فيها شوية ما ما راك دوقتها شوية من الفاكهة اللي كاينة في العالم لا إله إلا الله هيا روح أنت صيب ها ولا تعرفوا غير بدعة لا يجوز وهذا كافر والدعاء بعد صلاة بدعة والسبحة حرام ويمك ما تقولهاش شي ما قولها أختي في الله ها والكازوز حرام خد فيه الغاز وين رايحين بهذا الجنون شوفوا الأئمة قال له شربها شوية ماء لأن الماء كاين في قاع الفاكهة اللي كاينة في العالم وهكذا تولي من قع الفاكهة اللي كاينة في العالم ومرتك ما رايش طالق عاود رد المرتعك. الله أكبر الله أكبر على العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء سائل يقول ما حكم تربية العصافير في الأقفاص؟ يجوز لا شيء عليك لان ربي خلق الحيوانات لننتفع بها معايا موافقين على هذه القاعده موافقين ربي خلق الحيوانات باش ننتفع بها كاين حيوانات ننتفع بالركوب عليها كالحصان والجمال كاين حيوانات تساعدنا في الحظ والدرس وهكذا كالحمير والبغال والبقر، كاين حيوانات ننتفع بلحمها. كاين حيوانات ننتفع بصوتها كالعصافير زقزقه العصافير، الشعب الجزائري لما يعني كان في قمه الحضاره كانت البيوت قاع فيها الحسون طائر الحسون طائر جزائري بامتياز. كانوا الصبح غير تبدا اشعه الشمس تصيب العواصم كلها والمدن طائر الحسون اول ما يسمع الانسان الجزائري مع الصباح زقزقه العصافير وينود عليها ويصلي ويذهب الى عمله ودماغه فيه اصوات زقزقه العصافير كانوا يربوا العواد للشجاعه كانوا يربوا الغنم للحليب وللزرع وال... والخرفان كانوا يربوا نحل العسل ويربوا الدجاج للبيض الآن يربي البيتبول الآن يربي الكلاب يعني راهي بيوت بأكملها فيها الكلاب يرقد معاهم يتعشى معاهم يفطر معاهم ويرقد في الفراش بريزيدون بالك ترقدوا على الحشيش ولا ولازم كل يوم يخرج يحوس به قال لك عنده ساعة ونص لازم يخرج يشم الهواء وهو ولاده عنده عشرين سنة ما خرج طفل يحوس به يخرج الكلب يحوس به وراي تجيني أسئلة من أغرب ما يكون هذاك الكلب لازم يأكل الريا يأكل البيض يشم الهواء حتى كاين ناس لما يجوا يسبغ داره قال لك الالوان يخيرها لازم تكون تتلائم مع هذا الكلب حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم يجوز لك تربيه العصافير بشرط ان تحافظ عليها ولا تؤذيها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته